التنسيق مثلا مع وزارة الري علشان يبقى عندنا في الكتب معلومات عن المياه وترشيد المياه، لان احنا مش عايزين نخش في هذه الازمه. عندنا تنسيق مع وزاره الكهرباء برضو علشان عمليه الترشيد واستخدام الكهرباء، لان الطالب ممكن يبيتها هذه الروح في بيته ويساعد على موضوعات الترشيد. عندنا تنسيق مع وزارات الشباب، وزاره الشباب طبعا تنسيق رائع جدا، ابتداء من القوافل التعليميه اللي كنا بنعملها لتدريب الطلاب، للقوافل اللي بتتعمل للطلاب علشان زياره الاماكن المختلفه وتنمية مهارات الإعداد جيل المستقبل إن شاء الله.